parts of the body: leg, hand, arm, eye, mouth, nose, stomach. سجلت. stomach, heart, skin, bone, foot, feet. تمام. هنا الاكسترا فوكاب. pump ده verb بمعنى يضخ. pump, pump. يحيى طه. يحيى طه. blood الدم. blood, blood. protect ده verb بمعنى يحمي. protect, protect. help يساعد. move يتحرك. move. digest يهضم. digest, digest. يحيى, يحيى طه موجود؟ يحيى طه. الو. read, trace and write. تقرا معايا وانت قافل المايك, وبعدين اخلي 2 3 يقروا وهكذا. pump, pump, pump. blood, blood, blood. protect, protect, protect. help, help, help. الافعال دي مهمه جدا لازم تتحفظ. move, move, move. digest الفعل ده هيبقى مهم جدا في الصف الرابع, لازم تكون عارفه كويس. digest, digest. نسمع كده محمد عبد الوهاب وبعده فريد. اتفضل يا محمد. pump, blood, protect, help, move, digest. digest. تمام. فريد اتفضلي. pump, blood, protect, help, move, digest. كل فعل من دول هيكون جوه جملة. الجملة دي بتوضح وظيفة البادي بارت أو عضو الجسم بيعمل إيه, فايدته إيه لجسم الإنسان. والجدول ده هيوضح الكلام ده. Talking about the body parts. إزاي نتكلم عن أجزاء الجسم, كل واحد وظيفته إيه. بيقولك this is my. بداية الجملة هتكون بالشكل ده, يعني الثلاث كلمات دول هيكونوا مكررين في كل جملة. This is my, وبين قوسين في البراكتس هنا علي أحمد حمدي. مين علي أحمد حمدي؟ يعني ده غير علي اللي معايا؟ ده غير علي أحمد اللي معايا؟ علي موجود؟ علي موجود يا شباب؟ يبقى علي طلع هو اللي داخل تاني. ماشي. This is my, هذا يكون, وبعدين هنسب العضو ده ليا أنا. This is my heart مثلا, هذا قلبي. بيقول لك بين قوسين اهو a part of body, يعني هنقول اسم عضو الجسم. يبقى هنكرر الكلمة دي مع كل عضو من أعضاء جسم الإنسان. This is my heart, ده قلبي. This is my skin, دي بشرتي. This is my bone, يقصد بها العظمة. طبعا هي جملة simple, لكن هو بيقصد بها السكيلتون كله, يعني اللي هو الهيكل العظمي كله. تمام. بس جايب لك bone كمثال يعني. This is my stomach, هذه معدتي. يبقى احنا ده الجزء الاول من الجمله, هنقول ان ده الحاجه دي تخصني انا, وبعد كده نتكلم هي بتعمل ايه. يعني الناحيه الثانيه هنا بيقول لك ايه ات, وبعدين بيقول لك الفعل في المصدر زائد الاس, بنضيف له ايه الاس او الاي اس. ليه؟ لان ده مضارع بسيط, لانه هنا ده حاجه بتتكرر على طول. احنا دايما بنستعمل المضارع البسيط في الاشياء اللي بتتكرر باستمرار, وطبعا وظائف الجسم على طول بتكرر الحركه طول ما الإنسان عايش. يبقى at pumps. تمام. لأن he وshe وat والفعل المفرد في present simple بنضيف له s, الفعل مع he وshe وat. طبعا الفعل هنا at, فبالتالي هضيف s أو es على حسب. at pumps, مين هو اللي بيعمل القصة دي؟ ناخد أول عضو من فوق مع أول جملة من فوق. يعني دي ده العضو وده وظيفته. this is my heart, ده قلبي. بيعمل ايه؟ ات pumps, يضخ. يضخ ايه؟ المفعول بقى blood. لفين؟ to my body, لجسمي. يبقى this is my heart, دي الجملة. it pumps blood to my body. نحفظ مع بعض علشان الparagraphs لما يجي لك تبقى عارفة تكتب ايه. this is my heart, هذا قلبي. it
pumps blood هو يضخ الدم to my body لجسمي. يبقى ده العضو الأولاني ووظيفته. القلب بيعمل إيه؟ بيضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. تمام. Number two, this is my skin. دي بشرتي. هذه بشرتي أو هذا جلدي. It protects my body. وظيفته إيه؟ إنه بيحمي جسمي. طبعاً الدم القلب بيضخ الدم لجميع أنحاء الجسم. ده وظيفة مستمرة على طول بدون توقف. ليه؟ علشان الخلايا تاخد الدم وتشتغل. خلاص تستهلكها وتخلص الأكسجين اللي فيها، ترجعها تاني للرئتين، الهواء يدخل محمل بالأكسجين، بعدين تروح على القلب يضخ دم بأكسجين للخلايا، وهكذا العملية بتتكرر. خلاص. This is my skin. طب وظيفة السكين إيه؟ بتحمي جسمك من الحشرات وخلافه. تمام. هي مغلفة جسمك كله من بره فبتحميه. يبقى This is my skin. It protects my body. الفعل هو أساسا protect، ضفنا له S لأن ده مضارع بسيط. This is my bone. هذه عظمتي، يقصد بها الهيكل العظمي يعني السكيلتون. It helps me move. بتساعدني في الحركة. من غير عظم هنبقى عاملين زي الكائن الرخو كده، زي الحلزون أو الفوق ما دي اللي أو التعبان. المهم جسم كده بيبقى ايه من غير عظم بيمشي يتلوى كده. خلاص. يبقى ايه اللي بيساعدني في الحركة؟ هي المفاصل اللي بتيجي من خلال ايه؟ تكوين العظم نفسه. This is my bone. It helps me move. نعرف كل عضو وظيفته ايه. مدام قال لك bone عظم يبقى اكيد move بتساعدني في الحركة. It helps me move. اي حد بيتكسر تحصل له اي مشكلة في العظم لا قدر الله السوء على طول ما بيقدرش يتحرك. This is my stomach. طيب المعدة ايه الوظيفة بتاعتها يعني؟ It digests food. وظيفتها هضم الطعام. هي تهضم الطعام. يبقى مع بعض كده وانت قافل المايك هتقول الجملة الأولى والجملة الثانية وراها على طول. This is my heart. It pumps blood to my body. It pumps blood to my body. This is my skin. It protects my body. It protects my body. This is my bone. It helps me move. It helps me move. This is my stomach. It digests food. علي أحمد هيقول لي الجملة اللي فيها عضو الجسم، ومحمد مؤمن يقول لي وظيفته ايه. يعني هو يقول والتاني يرد عليه. علي احمد موجود ولا عنده مشكله في النت؟ انا شايفك داخل. لا موجود. انا علي احمد هتقول الجمله اللي على الشمال وتستنى زميلك محمد مؤمن لما يقول لك الجمله اللي قصادها على اليمين. اتفضلوا. It hurts. هتبدا من هنا يا علي. This is my heart. وهو يقول it pumps blood to my body وهكذا. اتفضلوا. This is my heart. It pumps blood to my body. ايه يا علي هنستناك ساعة يعني عشان تقول الجملة التانية؟ قول This is my skin. This is my skin. It pumps protect my body. Protects. It's bone. This is bone. يا ابني This is my bone. عندك الكتاب لو انت مش شايف الشاشة صغيرة. This is my bone. This is my bone. It helps me move. This is my stomach. It digests food. هند محمود مع أسيل أحمد. هند تقول وأسيل ترد عليها بالوظيفة. This is my heart. It pumps blood to my body. This is my skin. It protects my body. This is my bone. It helps
me mo, me move. Move, move. Move. This is my stomach. It digests food. لسه ما وصلتش المستوى اللي انا عايزه. احمد محمد وليليان عزيز ان شاء الله يكون ادائهم افضل. This is my heart. 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 Pump blood to my body. This is my skin. This is يا حبيبي. This is my. This is it, my skin. It protects my body. This is my bone. It helps me move. This is my stomach. Digest food. طيب يحيى طه مع محمد عبد الوهاب اتفضلوا. سوري سوري انا اسف. لا 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 ليليان ليليان لسه ما قريتش. ليليان عزيز وهي اللي هي كانت هي اللي كانت بتعمل احمد مع احمد محمد. يبقى يحيى طه مع محمد عبد الوهاب. ماشي اوكي. يحيى طه محمد عبد الوهاب اتفضل. It is my heart. مفيش it is خالص. يحيى طه دي اسمها this. اسم إشارة. This is. تفضل. This is my heart. It pumps blood to my body. This is my skin. Skin. It protects my body. It is my bone. This is my bone. It helps me move. استنى يا محمد لما يعدل الجملة. This is my bone. This is my bone. It helps me move. This is my stomach. It digests food. عايز اسمعهم من محمد عبد الوهاب وفريدة الاثنين مع بعض. تفضلوا. This is my heart. It pumps blood to my body. This is my skin. It protects my body. This is my bone. It helps me move. This is my stomach. It digests food. كما توقعت للثنائي ده يعني ممتاز ما شاء الله. تمام. This is my heart. It pumps blood to my body. طبعا احنا لما كررنا مع بعض حتى اللي كان عنده خطأ في كلمة معينة اعتقد ان هو صححها. ولو هو مش فاهم القصة ايه مع التركيز زميلك بيقول انه عضو وانت بتدور على اي وظيفة فاعتقد انك حفظت كل او فهمت على الاقل كل عضو من جسم الانسان بيعمل ايه. يعني الهارت متعلق بضخ الدم pumps. السكن متعلق بالحماية البشرة بتحمي يبقى protects. البون متعلقة بالحركة يبقى helps me move. الستومك بالdigestion فبتعمل digests food بتهضم الطعام. تمام ده الجزء الأول من الدرس. Asking about body parts functions. السؤال عن وظائف الجسم. إزاي نسأل العضو ده وظيفته إيه؟ نسأل إزاي؟ أول حاجة بنسأل بكلمة what أداة الاستفهام الـ question word what. Does ده الفعل المساعد. What does my وبعدين أقول اسم عضو الجسم do يفعل. يعني السؤال على بعضه ماذا يفعل العضو ده. تمام يبقى what does my heart do. تعالى كده ناخدها على الناحية التانية هنا. أقول what does my heart do. ماذا أو ما هي وظيفة القلب. ماذا يفعل القلب. What does my heart do. What does my skin do. What does my bone do. What does my stomach do. ده طريقة السؤال عن وظيفة عضو الجسم الإنسان. What does my واسم عضو جسم الإنسان. تمام وبعدين do. بس ما تنساش my اللي هي صفة الملكية لأن العضو ده أنت بتتكلم عن جسمك أنت. What does my وعضو العضو الجسم do. What does my heart do. القلب بيعمل إيه وظيفته. It pumps blood to your body. بيضخ دم لجسمك. طيب هنا بيعرفك الأول الـ plural nouns الأسماء الجمع. في عندنا جمع منتظم regular plural. يعني إيه منتظم؟ يعني في قاعدة معينة بيمشي عليها
بينتظم فيها ما بيخالفنيش فيها. Most nouns معظم الأسماء we add s بنضيف الليتر s أو حرف الs to the singular noun بس في نهايته يعني تمام at the end of the noun في نهاية الاسم to make it plural عشان نحوله لجمع زي مثلا I عين واحدة مفرد ممكن أقول an I يعني أستعمل أداة النكرة أو أستعمل number one والاثنين واحد يدوني نفس المعنى هي في الآخر عين واحدة one I عايز أخليها جمع طبعا الكلام ده أنت عارفه كويس بضيف حرف الاس من two من رقم اثنين وطالع يعتبر جمع two eyes طيب arm بتبقى arms one arm بتبقى two arms في جمع قال لك والله غير منتظم لو جيت تطبق عليه القاعدة دي يقول لك لا أنا مش تابع القاعدة دي أنا أشذ عن هذه القاعدة أنا لا أنتظم فيها اسمه irregular plural أو الجمع الغير منتظم There are many regular plural nouns بيقولك في أسماء عديدة جدا غير منتظمة that are learned as they are تتعلم يعني تحفظها كده زي ما هي زي إيه مثلا زي fought fought بقدرة قادر أصبحت feet إزاي ما تعرفش ملهاش قاعدة هي كده تحفظ زي ما هي ملهاش قاعدة fought تبقى feet يعني أوعى تيجي في مرة وتقول two foots غلط تبقى اسمها feet two feet التوث السنة الواحدة tooth جمعها teeth تمام ما تقولش بقى انت ايه دي دبل او تتحول لدبل اي لا دي جايه صدفه بس مش اكتر من كده خلاص فوت فيت توث تيث ده بالنسبه للجمع الشاذ اللي يخص اعضاء الجسم تعال نروح للصفحه اللي بعدها جايب التدريبات والدور على علي احمد بما ان فريده قرت مع محمد عبد الوهاب يبقى الدور على علي ريد اند تيك ترو فور ذا كوريكت انسر اختار الاجابه الصحيحه ماي سكين انا عايز بقى يحفظك بس عن طريق التمارين my skin protect ثواني بس اجيب علامه الصح تبقى protect يبقى my skin protect my body بس خلي بالك المفروض كان ضف لا انت هنا انت اخطات ثواني كده قول لي الاجابه تاني معلش protect لازم يكون فيها اس لان الفاعل مفرد يا شباب خلاص هو الفعل مظبوط هنا protect وهنا protect بس هنا فيها اس لان الفاعل مفرد فانا اختار اللي فيها اس يعني هو بيقول لك اظبط الجرامر وانت بتتكلم ده معنى السؤال محمد مؤمن سامعني بيقول لي number 2 this مسافه my stomach اعرف اعرف طبيعي تمام يا محمد يا محمد محمد عشان انت ممكن جديد معانا بس اختك معانا من السنه اللي فاتت وعارفه النظام حاجه من اتنين يا تسيبني اقرا انا السؤال يا تتفضل انت تقول السؤال لكن انا لسه ما اتكلمتش وتقول الاجابه على طول محدش استفاد حاجه كده خلاص this وسايب لي مسافه يبقى this are ولا this is my stomach it digests food يبقى اقول this are ولا this is this is this is ليه لانها my stomach مفرد وthis اساسا اسم اشاره مفرد ما ينفعش ياخد are تمام هند محمود بيقول لي what ولا when يعني اي من دول من ادوات الاستفهام does my skin do لما احب اسال عن وظيفه عمل الجسم يبقى اسال بوات ما هي وظيفه البشره او الجلد what does my skin do نقفل المايك شكرا هند اسيل احمد I have two eyes ولا two eyes انت اللي حقنا سمعنا حرف الاس وشكرا وقفلت المايك اصلا الكلمه ما سمعتهاش I have two ايه I have two eyes ايوه كده I have two eyes ليه لان two جمع ما ينفعش اخد معها الكلمه مفرد هنا بيقول لك write the plural اكتب الجمع تقول لهم لي كده شفوي احمد محمد I جمعها ايه احمد محمد eyes طيب وارم جمعها ايه ليليان arms ويحيى جمع ليج يحيى طه معايا محمد عبد الوهاب يرد فيت لسه ما جبناش فوت انا بقول ليج ليج جمعها ايه فوت ليج جمعها فوت ده انت مش مركز معانا خالص محمد عبد الوهاب ليج جمعها ايه ليجز ليجز وفوت يا محمد فوت جمعها ايه فيت فيت الواجب بتاعنا بخط كويس اي واحنا في سنه ثالثه خلاص يعني حفظنا الحروف اللي بتنزل واللي بتطلع
تمام؟ الاي والاي في وسط السطرين، وزي ما انت شايف الواي نازله لتحت. اي، ليج، فيت، هاند، ارم، ماوث، نوز، هارت، سكن، ستومك. يا عم خلاص انا مش هجدد. ثواني يا شباب لما اشيل الرساله اللي جات لي دي. ثواني. تمام رجعنا تاني. اي، ليج، فيت، هاند، ارم، ماوث، نوز، هارت، سكن، ستومك، بون، فوت. اعتقد انكم حافظينهم يعني. طيب نرجع لفريده، وهنا هارت ناقص حرفين يا فريده، ايه هما؟ الاي والاي. اي اي. تمام الدور على علي. سامعني؟ تمام. كتبنا الاي اي في هارت، بعدين علي احمد هيقول لي الكلمه اللي بعدها ناقصه ايه. بون. او بون. ده لونج او، يبقى او او في النص، وبعدين في اخر الكلمه بنضع حرف الاي اللي هي سبب في مد الحرف اللي في النص ده اساسا، وما بتتنطقش. بون. محمد مؤمن هيقول لي ستومك ناقصه ايه. اس تي تي اي. ستومي مي ستومك اي. تمام استاذ هند. هند محمود. خلاص اوكي هند. انا يا مستر. سكن. سك ك ك ك سكن. الكي والان. الكي والان. تمام هنا هنوصل يا استاذه اسيل، اتفضلي اسيل. نعم يا مستر مع حضرتك. بيقول لك read and complete stomach و heart و heart و leg. اقري وصلي. This is my my leg. This is my leg. تمام احمد محمد. بسرعة احمد لو سمحت. سمعت. بقول لك بسرعة اتفضل اقرا. This is my heart. بيشاور على قلبه. This is my heart. يبقى this is my leg. هذه ساقي. This is my heart. هذا قلبي. ليليان عزيز هترتب لنا اول كلمه كده، كلمه نوز. يلا. N O S E. N O S E. ده لسه الاعضاء دي واخدينها مع ثانيه ابتدائي. يحيى طه. arm. محمد عبد الوهاب. اي 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 يو اي يو اي 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 واي اي. فريدة معتز. اس او تي. تمام هنا بيقول لك اكتب الكلمه بقى، مش هجيب لك فيها ترتيب ولا حاجه، ده هشيلها لك خالص. علي احمد هتكتب لي سكن. يلا سبيل سكن. سكن. وهنحفظ الكلمات يا شباب عشان انا ايه يعني، دي حاجات اولى وتانية يعني، ده شغل اولى وتانية ابتدائي. نحفظ نحفظ يا شباب عشان ايه الوقت. خلاص علي احمد. تمام الدور على محمد مؤمن. ليج. اي جي. ال اي جي. تمام هند يا استاذه هند. شفت جايه معاكي هند مع هند. ها اتش اي ان دي. اتش اي اتش اي ان دي. تمام الدور على الاستاذه اسيل، اتفضلي. ماوث. ماوث. ام 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 او يو تي اتش. ام او يو تي اتش. الف سلامه على صوتك. احمد محمد. احمد محمد. I have two heads ولا two feet ولا two noses. Two. أيوة. Feet. Two feet. تمام. حد عنده أنفين ولا رأسين؟ لا طبعاً. أحمد محمد أوكي إجابته. ليليان عزيز اتفضلي. My stomach ولا my heart ولا my skin digests food. My stomach. My stomach digests food. يحيى طه. My heart ولا my arm ولا my skin protects my body. مين اللي بيحمي؟ Skin. Skin. الدور على الأستاذة ليليان.
ولا لا؟ ده يحيى وليليان جاوب محمد عبد الوهاب. نرجع من الاول، يلا محمد. My heart pumps blood to my body. Pumps، برافو، تمام. فريدة اتفضلي. Bones help us move. Help us move، أكيد طبعا العظم هو اللي بيخلينا نتحرك. برافو. علي أحمد اتفضل. When ولا what or why does your stomach do؟ أرد أقول it digests food. هنا بسأل على الوظيفة، كنا بنسأل بإيه؟ what. توصيل مع الأستاذ محمد مؤمن. اقرأ ووصل. ها. My skin. بتعمل إيه السكن؟ ها. Protects my body. Protects my body، برافو عليك. وهنكتب في المربع ده number one. هند محمود تفضل. Number two. Number two. My bone. بتعمل ايه البون بقى؟ ها. My hair. يعني طب انت ازاي سبت الاولى؟ يعني ازاي انت طبعا لما هتيجي انا هشتغل بدماغك يعني. يعني انت قلت my bone فهتبتدي تقرا الاختيارات. اول اختيار بيقول لي helps me move. تساعدني على الحركة، ازاي اعديها واعدي التانية واروح للتالتة، ازاي مخك يشتغل كده؟ تمام اهو my bone اول اختيار عندي helps me move، هو الاختيار الصح. نركز شوية. هند اسيل احمد اتفضلي. اسيل احمد. What does. ها what يبقى سؤال يعني، وانا مغمض سؤال يبقى اخره اداة ايه؟ استفهام، حتى من غير ما افهم السؤال يعني اهو. What does اقول ايه؟ قولي. My heart do. انا بساعدك في التفكير، تمام. انت اول ما تشوف اداه استفهام دور على طول على اللي اخره علامه استفهام، لان ما دام بدا بكويشن وورد يبقى اكيد اخره علامه استفهام، تمام. كل شويه تطلع لنا رساله تبوظ مننا الماوس. فين الماي هارت؟ اهي. What does my heart do؟ خلاص كده تمام. ري اوردر، هنرتب الجمله دي يا استاذ احمد. احمد محمد، يلا يا شباب. احمد وات. ايوه وات. بعد وات اعمل ايه؟ وات دو. هو يبدو برضو ان احنا لسه الاجازه برضو ما طلعناش من المود بتاعها، تمام. بس ايوه يعني السؤال لسه عاملينه والله، اهو 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 هو بعينه ما غيرناش منه ولا كلمه اهو. What does. What does. بس غيرنا الحاجه العضو بس. What does my skin. My skin. What does my. مش احنا قلنا من شويه What does my heart do؟ ما هي هي. What does my skin do؟ ما جبناش حاجه من بره يعني، شلنا heart وحطينا skin والجمله زي ما هي. What. طيب اكونها ازاي؟ يعني انت ممكن تقول لي بتعملها ازاي؟ احفظها زي ما هي؟ عايزك تفهمها برضو مش تحفظها بس. اداه الاستفهام بتكون نمبر 1. يبقى يا احمد اداه الاستفهام هي اللي بتكون اول حاجه. تاني حاجه الفعل المساعد اللي بيساعدني في تكوين السؤال، سميته اصلا فعل مساعد عشان بيساعدني في السؤال والنفي. فهو بيجي بعد اداه الاستفهام مباشره. What does. بعد الفعل المساعد يجي الفعل اللي انا بسال عنه اللي هو مين؟ اللي هو my skin. يبقى what does my skin اخر حاجه في الجمله بتكون الفعل الاساسي اهو، هو ده do يفعل. وظيفته ايه؟ what does my skin do. يبقى احفظ معايا اداه الاستفهام، الفعل المساعد، الفاعل، ثم الفاعل في المصدر. لو انت حفظت التركيبه دي مش هتغلط في السؤال ده تاني. ليليان عزيز اتفضلي. نمبر 2. ليليان صاحيه ولا نايم؟ my this bone is. This is my bone. This is my bone. This اسم الإشارة يعتبر فعل الجملة. Is طبعا الجملة الخبرية لازم تاني حاجة فيها تكون الفعل، يبقى this is. بعدين my صفة الملكية، bone المملوك. This is my bone. هذه عظمتي، أو ما يقصد بها يعني الهيكل العظمي زي ما قلنا. احنا كنا وصلنا لغاية الليليان. الأستاذ يحيى طه يتفضل. البنكتويشن علامات الترقيم، نعمل إيه في الجملة دي؟ اولا تقراها لي وتقول لي فهمت ايه منها، ده اول حاجه، ده الشرط الاساسي لحل السؤال ده. It is my heart. This is my heart معناها ايه الجمله؟
هذا قلبي. هذا قلبي. تمام، نعمل ايه فيها الجملة دي؟ التي تبقى كابيتال في الاخر نحط نقطة. نحط البيريود او الفول ستوب. تمام زي الفل. جميل جدا يا اولاد. الدرس الثالث، وهنا نقفل المايك خالص من غير اي ازعاج، واللي هيكون عليه الدور مع محمد عبد الوهاب ان شاء الله لما نخلص، ده اذا خلصنا يعني. اذا السيشن قفل عليا وانا بشرح تدخل على نفس الرابط. اوكي. السيلف مانجمنت. سيلف مانجمنت ازاي اداره الذات بقى، ازاي تدير نفسك كده وحياتك. ميديسن اهو، اول واحد فتح المايك الاستاذ يحيى. يا يحيى اقفل. انا خلي بالك انا السيشن ده مركز جدا، يمكن تلاحظ ان انا مركز قوي، فما تطلعنيش من تركيزي، انت اللي هتستفيد والله. كل ما اركز اكتر هديك معلومات اكتر. سيلف مانجمنت، ميديسن اند سيفتي، يعني الدواء والامان. ازاي بقى نتحكم في قصه التعامل مع الدواء في البيت، خصوصا لو عندنا اطفال. ريد اند تريس، اقرا وتتبع. ميديسن از اون، خلي بالك هنا بيقول لك ده سيف، يعني الاجراءات اللي احنا هنتكلم عنها ده هي دي اجراءات الامان اللي لازم نتبعها في البيوت عندنا. سيف يعني امن. خلاص، اول حاجه الاجراءات الصح، اجراءات الامان. ميديسن از، الدواء لازم يكون اون هاي شيلف، يعني موجود على رف عالي. دايما كده على الدواء مكتوب لك ايه؟ يعني يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال، صح؟ يبقى لازم بعيد عن متناول الاطفال، يعني ايه؟ اعلى رف عندك، ما يطلوش. ابنك الصغير، اخوك الصغير، لازم يكون رف عالي جدا، ما يطلوش، لانه ما يعرفش دواء، هو عاير اكله وخلاص هيشربه، تمام؟ يحصل له مشكله كبيره. يبقى ميديسن از اون ا هاي، هاي يعني مرتفع، شيلف رف يعني رف مرتفع. يبقى الجمله الاولى بتقول ايه؟ الدواء لازم يكون على رف عالي، رف مرتفع. نقولها كده، انا هقولها وانت تقولها ورايا عشان تحفظها. ميديسن is on a high shelf. هنقولها ثلاث مرات. Medicine is on a high shelf. طبعا لو مش بتقول انا اعمل لك ايه؟ Medicine is on a high shelf. طيب بعد كده بيقول لك نصيحة. النصيحة دي لازم تيجي على شكل فعل امر، وفعل الامر لازم يكون في المصدر يعني بدون اضافات. Drink medicine، يعني بيقول لك اشرب الدواء. With an adult، يعني تشربه مع حد كبير في السن، شخص بالغ كبير في السن فاهم استعمال الدواء ده بيكون ازاي، والجرعه المناسبه ليك في سنك تكون قد ايه. خلاص، ويعرف بقى الاكسبريشن ديت اللي هو تاريخ انتهاء الصلاحيه والكلام ده. فلازم يكون شخص كبير في السن هو اللي بيشربك الدواء، مش تمسك الازازه انت كده وتفطر بيها على الصبح. يبقى drink medicine with an adult. نقولها مع بعض. Drink medicine with an adult. Drink medicine with an adult. Drink medicine with an adult. تمام. Adult اللي هو الشخص الكبير السن، يعني فوق 19 سنة كده، 20 سنة فما فوق. خلاص، أسمع الجملتين دول كده بصوت محمد عبد الوهاب. يلا مطربنا العزيز. Safe. Medicine is on a high shelf. Drink medicine with an adult. تمام. فريدة معتز تقول لك جملتين تاني. Safe. Medicine is on a high shelf. Drink medicine with an adult. Dangerous بقى. شكرا يا شباب. Dangerous الحاجة الخطيرة بقى، الإجراءات الخطأ اللي ممكن تتبع مع الأدوية وممكن تحصل منها مصائب لا قدر الله السوء. أول حاجة medicine is in a low cupboard، طبعا دولاب خزانة كده، دولاب الصغير اللي هو مثلا ممكن يكون كومودين وممكن يكون دولاب فعلا وفي أرفف يعني منخفضة، فأنت مثلا تستسهل وتحط الدواء في الأرفف اللي هي ممكن يتناولها الأطفال اللي هي الأرفف السفلية دي. فبيقول لك الإجراء ده خطير جدا وممكن يعمل كارثة. Medicine is in a low cupboard. Medicine is in a low cupboard. ده إجراء dangerous، خطير جدا. إيه كمان؟ الشنطة، شنطة ماما، لو بابا مثلا معاه لابتوب أو شوية ملحقات وبيروح الشغل في بالشنطة دي ونسي شوية الأدوية بتاعته في الشنطة، ممكن أخوك الصغير يجي فتح الشنطة وياخد الدواء برضو ويشربه. يبقى ده برضو إجراء خطير dangerous. Medicine is in a bag.
ان يكون الدواء جوه شنطه، شنطه ايد. Medicine is in a bag، سهل جدا يتناوله الطفل. بعد كده الاجراء الخطير جدا جدا هو drink medicine without an adult، يعني انك تشرب الدواء بدون اشراف شخص بالغ. تفتح الازازه وعلى قد ما تشبع بقى، يبقى ده ممكن يعمل مشكله كبيره جدا. drink medicine without an adult، يلا نقولهم مع بعض وانت قافل كده. Medicine is in a low cupboard. Medicine is in a low cupboard. Medicine is in a bag. Medicine is in a bag. Drink medicine without an adult. Drink medicine without an adult. عيوش، عيوش هات لي ميه. علي احمد اتفضل. Medicine is in a low cupboard. Medicine is in a bag. Drink medicine without an adult. تمام. محمد مؤمن نكمل، يعيدهم تاني. Medicine is in a low cupboard. Cupboard. Medicine is an in a bag. Medicine is in a bag. سهلة. Medicine is in a bag. Medicine is an bag. A bag. كمل. Without an adult. شكرا يا محمد. هنا بيقول لي read and choose the correct answer، اقرا واختار الاجابه الصحيحه. When we are ill، لما بنكون when we are ill، لما بنكون تعبانين مرضى. واحد يقول لي ايه الفرق بين ill و sick؟ قلنا sick هو مريض لفتره بسيطه قصيره، يعني ill مريض لفتره طويله شويه. تمام. يبقى when we are ill، لما نكون مرضى، we go to، بنروح فين يا ترى يا هند؟ بنروح لسكول يا هند ولا بنروح الهوسبيتال؟ هند محمود. when we are ill we go to the، بنروح فين يا أسيل؟ أسيل أحمد. أنا بشرح لنفسي ولا أنتوا فين يا أولاد؟ هوسبيتال. بنروح تمام. شيل الحاجات دي. يبقى when we are ill we go to the hospital. تمام. الماوس بيقطع زي زمان، مش عارف المشكله دي. لسه بنقول يا رب السيشن يمشي تمام. طيب the doctors ولا teachers and nurses والممرضين help us، بيساعدونا. يا ترى مين مع هند؟ رجعت ولا لسه؟ لسه. احمد محمد، مين اللي بيساعدونا مع الممرضين دول؟ دكتورز. تمام. يبقى دكتورز اند نيرسز. دكتورز اند نيرسز هيلب اس. على فكره كلمه نيرس تنفع للرجل والمراه، يعني مش لازم ممرضه، عادي ممكن يكون ممرض. تمام. كلهم بيدخلوا كليه التمريض يعني اولاد وبنات. خلاص. ليليان عزيز بيقول لي they are very kind، هم عطوفين جدا. doctors and ايه يا ليليان؟ check our health، بيفحصوا صحتنا. النيرسز ولا الفيتس؟ مع الدكاتره هم اللي بيفحصوا صحتنا. نيرسز. تمام. يبقى doctors and nurses check. check يعني يفحص، بيشوف بقى ايه المشكله الصحيه اللي عندك. check our health، صحتنا. They give us، يا ترى بيدونا ايه يا ليليان؟ بيدونا طحنية مثلا ولا ايه؟ They give us food or medicine. Medicine. نقفل. They are very important to us، يعني هم مهمين جدا. كلمة important دي معناها هام او مهم. خلاص. يعني الدكاترة والممرضين دول مهمين جدا في حياتنا. نقولها كده بعد ما اخترنا الإجابات الصح، نجيب الماوس. when we are ill
we go to the hospital. The doctors and nurses help us. They are very kind. Doctors and nurses check our health. They give us medicine. They are very important to us. خلاص وبعد كده النسخة الجديدة من كتاب المعاصر السنة دي جاب لنا أسئلة تحت كل فقرة ما كانتش موجودة قبل كده. يعني يحيى طه هيجاوب لنا عليها مثلا. بيقول لك where do we go؟ احنا بنروح فين؟ when we are ill يا يحيى؟ قال لك to the school ولا street ولا hospital؟ hospital. hospital. تمام. يحيى كده خد دوره ونرجع لمحمد عبد الوهاب تاني. What do doctors and nurses do؟ يا ترى بيعملوا what, ايه؟ What do doctors and nurses do؟ They check our health. Check our health. دي الوظيفة بتاعتهم، بيفحصوا صحتنا. كلام جميل جدا. خلصنا الصفحة والدرس اتشرح. نحل بقى التدريبات مع فريدة، اتفضلي. Read and complete يا فريدة، انت تحب تقري، اتفضلي. When we are ill, we go to the hospital. Doctors and nurses check our health. They give us medicine we shouldn't drink. بس خلاص، شكرا، ألف شكرا. تشيك هي دي اللي عايزينها منك. They give دي مش بتاعتك بقى، دي بتاع علي. اتفضل يا علي. They give us medicine we Children not drink medicine without on and check. Without an ايه؟ check. يا راجل ما هي قالت تشيك، خلاص تشيك اور هيلث خدناها، وانا اعمل لك عليها سهم اهو. فاضل عندي adult وعندي health. طيب يبقى احنا بنقول they give us medicine. نفهم الجمله we shouldn't drink. كلمة shouldn't يا علي معناها يجب ألا أو لا ينبغي. We shouldn't drink، ينبغي ألا نشرب medicine الدواء without. كلمة without عكس with. Without يعني بدون، يعني من غير. Without an adult يعني ما ينفعش نشرب الدواء بدون إشراف شخص بالغ. حد فتح المايك، نقفل. بيقول لك be careful، كن حريصا when you take a medicine، لما تاخد الدواء. طيب في سؤال true or false، محمد مؤمن هيجاوب لنا على number one. Drinking medicine with an adult. دي الجملة دي صح ولا خطأ؟ صح. صح، ماشي مع الصورة زي الفل اهي. برافو عليك يا محمد. هند بقى تجاوب لنا على السؤال اللي بعده. هند موجودة ولا لسه مشكلة النت؟ أسيل أحمد تتفضل. Medicine is on a high shelf. أسيل. غلط. الجملة دي مش ماشية مع الصورة خالص، مفيش high shelf في الصورة دي. ده الدواء جوه الشنطة اهو، in a bag، جوه الحقيبة. نجيب بقى السهم بتاع التوصيل علشان الأستاذ أحمد محمد هيوصل لنا الجملة الأولى. قال لك ريد اقرا يا أبو حميد ووصل. هند عايزه تدخل بس مش عارف. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ هند واختها في كل سيشن عندهم مشكله مع النت، هما بقى يتصلوا بالشركه ويحاولوا يحلوا المشكله دي. يلا اتفضل. Don't put medicine in an adult. Don't put medicine in، انا هحط الدواء جوه الشخص البالغ؟ لا، ركز. ده مين اللي في كابورت؟ ان الو كابورت. قول معايا كابورت. كابورت مش كابورد، كابورت. كابورت. Don't put medicine in الو كابورت. تمام. ليليان عزيز اتفضلي. ليليان معاك يا مس. اتفضلي. Nurses give us medicine. Nurses give us medicine. السؤال ده دايما بيجي معاكي. يحيى طه اتفضل.
Doctors are very أجاوب أنا طيب ولا إيه؟ محمد عبد الوهاب اتفضل. Adult important to us. Doctors are very important to us. الأطباء مهمين جدا لينا. تمام. فريدة. فريدة. أيوة مستر. عايزين نكمل كلمة nurse هنا ناقصة حرفين. اليو والاس. اليو والاس. تمام. في كلمة medicine يا أستاذ علي نفس الموضوع. medicine. هنعمل ايه؟ نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. محمد مؤمن. نعم يا مستر. لا ما خلاص بقى يعني انت تجاوب بسرعة يا اما دورك هيفوت. يلا يا علي خد اللي بعدها. adult. adult ناقصة حرفين. الدي ولا والتي. الدي والتي. تمام. هند محمود موجودة؟ انا اصلا ما قلتش. ايوه يا مستر. انت ما قلت. مين اللي ما قالش؟ انا. محمد. محمد اه محمد انت حافظ دورك ما شاء الله. استني يا هند انا نسيت محمد. كويس انه حافظ دوره. كابورد يعني حرف ايه اللي بعد السيو؟ ايوه والبي. تمام برافو عليكم. في الاخر كابورد د د د الدي. يلا يا هند. لوك ريد اند كومبليت. جايب لي ثلاث كلمات. شيلف هوسبيتال ادلت. I go to the A when I am ill. بروح فين؟ hospital. 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 تمام. النطق الصح يا جماعة عليها hospital. hospital. ما أقولش hospital. خلاص. أنا بقولك الصح يعني وأنت براحتك بعد كده. أسيل أحمد. medicine is in is on a high A. medicine is on a high shelf ولا adult? shelf. شيلف. هنرتب الجملة دي مع بعض كده يا أحمد محمود. أحمد محمد سوري. هنا هو. read order and write. doctors. أيوة. give us. برافو. medicine. doctors. doctors ومين اللي بيدونا يعني عايزين الفاعل هنا اتنين مش فاعل واحد. and nurses. أيوة. doctors and nurses give us medicine. صح كده. doctors الأطباء and nurses والممرضين بيعملوا إيه؟ give us يعطونا medicine الدواء. تمام اكتبها عندك. ليليان اتفضلي. But. Put. Put. Medicine on a high shelf. Put medicine on a high shelf. Put medicine on a high shelf. ممتاز. نقفل. وسبحان الله هي جاية مظبوطة يعني. يحيى طه. تمام. هيقول لنا آخر سؤال في سيشن النهاردة. اتفضل يا يحيى. Drink medicine with an adult. نعمل إيه في الجملة دي؟ نحط ال دي الكابيتال. ايوه. وفي الاخر النقطه برضه. تمام. المره الجايه ان شاء الله هيكون معادنا مع الدرس الرابع. بالنسبه للهوم ورك هجيب لك واجب من بره كتاب المعاصر هتحله وتبعته لي. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.